تخيل معي يا عزيزي المتابع، اليوم وانا جالس كنلعب فري فاير كالعاده، اذ بواحد الميساج كيوصلني من الواتساب من واحد النمره غريبه. دخلت لذاك الرساله اذ بي كنلقى بان الرساله من جا من كارينا، ومضمون هذه الرساله كتقول: مرحبا يا المغربي جيمر، لقد جينا لك اليوم بفرصه ذهبيه من اجل الانخراط في برنامج منشئين محتوى مع فري فاير، ونقدم احسن ما لدينا من اجل تمتع اللاعبين، ونحن متطلعون لكي تنضم الينا، ولكن قبل كل شيء يلزمك تنفيذ بعض التحديات من اجل ابراز مهاراتك في فري فاير وتكون عضوا مساهما في هذا البرنامج. والتحديات كالاتي: التحدي الاول، الولوج الى مباراة باتل رويال المصنف مع الخروج منها باكثر من 15 كيل، وعشرة منها انطلقت في الرأس ومعك 3 محاولات فقط. يعني هذا هو التحدي الاول اللي عطتنا كارينا. والتحدي الثاني، الولوج الى مباراة كروس سكواد مصنف واحضار 4 من القتلات الرباعية، يعني نجيب 4 ايس، اي ما يقارب 16 كيل، مع وجوب اخذ البوية، يعني البوية ضرورية. والتحدي الثالث، يجب ان يصل الفيديو الذي سوف تضعه في قناتك الى اكثر من 7000 لايك. وات؟ تقريبا فيديو ولا فيديوين اللي ضربي لي تقريبا 7000 لايك. تخيل معايا الفيديو دي ضرب 7000 لايك. يلا الاخوة لايكات بارطاج تعليقات ما تنساش، فهمتي؟ حاول نوصل هذا الفيديو هذا لاكثر من 500 تعليق، يعني انت دابا كتفرج بالدابة سبامي في التعليقات اي حاجة، وغادي تكونوا دعمتوني باش ندخلوا للشراكة. فكتوقعوا نقدروا نديروا التحديات ولا لا؟ المهم هاد الفكره غادي نحاول نقسموها لجوج ديال الفيديوهات. الفيديو الاول غنديروا فيه التحدي ديال الرانك، والفيديو الثاني غادي نديروا فيه كلاش سكواد. فطبعا ما تنساش لايك وسبسكرايب وليتس جو باش نديروا التحديات. اش غتعدل يدك ربي البيك؟ يلا ورينا الريفايف ديالك. يلا سير بطل. يس الريفايف الاسطوري يا ناس، تراك اكبر ناقص الله متحمقني كلاو يا صاح. واو 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 خاطه كامله. نقول شكون اكبر ناقص في العالم؟ انت ها يا انت يا عيال المغربي مالك؟ تم عقلك مال عقلك. تيقنا كلاو يا ترى المغرب عارفينك ناقص، ما كيبغوش يقولوا لك متابعين. واه واه كاينش ناقص قدك. اسكت يا داك الكلاي داك الناقص. كومونتيرات كيف المغرب دابا بغيت غير تخيل غير محمد هو يلا فايق بالنعاس وما لعبش نظاظر في يدو. انا بولا محمد انا صمتك بغيت نصمك. انا جا عندكم داركم هلو نيوك شي خاطو طيبين غادي اليوم. انا نفهم والو. نقار لا يدبر عليا نقار. 20 كيل في هاد الجيم محمد. جي جي داك الناقص. اش باغي؟ باغي شي حاجة؟ او صبغوني الراس وكيماطور الراس صبغوني. وسبحان الله يا سير تعرف شنو كان خصك؟ شوف الا خرجت اكيناطور ما عرفوش عارفو ناقص عارفني نادر. شوف اكيناطور شركة بواحد عنده الراس كبير ومربع. محمد الله يجعلكم داركم دراري. محمد ما شاء الله ايمان ديما كنت لازم فرماك. انا ديما كنت لقى محمد في ذاك الجامع اللي حضاتهم كيصلك دراري. يوصل الفيديو 1000 لايك 2000 لايك نوريكم وجه ديال محمد. تحدي و 244 احسن المرض واحد الفوق. خلي هاي الشفار يخطر ودق اصفر. علاش قلت كذا؟ ويلي ويلي انا اقوى ريفايفر في العالم. مش اقوى ريفايفر هذا اقوى ريفايفر. عتقلت باش الريفايفر دابا. شكون خصنا نعتقل اخر؟ انا انت باش انا عامل تحدي نبقى ريفايفر. محمد راك يعطيك غير حيوانات ما فخبركش. واه بحال ياسر ريفايفر دابا يا هذا يجب عليك. الدراري عتقوني ونزل عندكم. لا لا ما بغيت محمد. لا هذا الشيء اللي ناقصنا لك. صحيح ريفايفي سكو. واش فرنان كي الله يعطيك الحبس. او ريفايفي محمد شنك يا دراري ريفايفي. صاحبي ايه مضرب اف تي ايز. اقوى ريفايفر هو انا. لا لا محمد واه صاحبي واه محمد اكري ريفايفي يا سا واه تاني كنمشي انا. جي جي
عاد فطنها والله ريد ريد نسالي والله نموت اجي نموت ايش كنت فكرة قافي والله اخويا قافي تطلع صرد مثل القامة ورايا والكيلو الغضب قافي يا رب محمد محيط لي ادمي وخمسين كيلو سالي قافي تفوز شاد نناقش القيد ديال الشاب محمد اسمعكش محمد خلي ادمي مغربي وين خرجتني كونيكسيا يا ربي سير الناقص سير عياسي الى الماكينة والبرد عندك 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 محمد الله ياسر الله يجيبك شا ناقص ها ربوت الله ربي يا حبيب من اسم الرجولة ناقص بان محمد جبان بان 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 انا بس فيديو انا مشهور عليك يا مغربي يا زاحي يا اسكت يا زاحي شنو هذا خميت متميز عليا يا زاحي يا زاحي سير 12 داركم سري باي براي والله وتموت يا سير نخرجك من الحاله المدنيه يا حبيبي واري باي في قوي واري باي في خبري بالله وتوقع يا ربي اسمع ليش تلفي مغربي كان صور شباب كاليفورنيا كاليفورنيا عندك فيديو واه ذاك سعمد ديال ياسر سعمد كاين لا 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 كلشي شباب مغربي دري شو المونتاج والله يدير الله يعطيك العافيه متوقع المونتاج ديال الدراما عند كارم من الزلوطيه واري باجي هذا عاد دير مع هذا التحدي انت يا خاصني نجي 15 كيلو وقص حل ابو محمد حل ابو محمد صمتنا اكبر بكاي هو شباب مغربي وكاين شي بكاي قدك هاد العالم ناقص الاخر كلو وهو شحال من واحد مسكين لقى سكواد وشحال اين سكواد انا مغربي انا مغربي تحولت اليوم مع الايطالي رقم الزيك الكراد انا ميوتيد اي واحد كيدير الموسيقى لا انت ميوتيد ثاني دافي خان يا عدم لا 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 محمد تقلاتك العجب يلا خمسة الكيلات سيسي من نوكي هاس مشكلة خاصني عشرة هيد خاصك تصور مع اخي هذا مال هذا لخش بهاد وعم بغاد ياسر سير كل سكة خاصني عشرين فوق 15 كيل عشرة هيد وطفق مزيد وران محمد مزيد يا مغربي اخويا مالك دلجومي واش نبقى عمك هذا ماشي 53 مره كيوت عندي هذا خونا هذا علاش طلع هذا طب طاب امو طلعت بالعاده فضنا محمد عطاني شي لا بس محمد ما عنديش سلاح الاير انا عندي تعال اعطيني سلاح الاير عندك اير ضربني ضربني بالسلاح ديال الدم ضربني يا انت سنتي بالضروه هو نقر ويلي حلف فين هو والله هلا هلا فان جيبوا لي يدتا خليهم اجي عند هذا يا تخون هذا مديته 50 مرة قتلته كيف فوق كيف هابور شباب ما هو انطاب مغربي عرفت خليك من تما برا صبرنا مع دمي صبر ناري وعلاش جاي عندك وحدين ورا بالله تنشبه هاي جرام اكبر يبغى يشوف العالم واش راه انت الماكينه الله يعطيك مت من نفع اكبر اسكت غنصل سعد كيلات نايس وخرج فوري 500 واحد بان بان ها واحد عندي هنا واحد الكلاش ها عنده امكان واه واكري بايبي محمد شي محمد محمد صافي اجا تلقى المرض واش ضرب لي شخصيه مابقاش باغي تخدم حلف يا الشخصيه شنو شخصيه مابقاش تخدم مش انا لو كتقولي شخصيه مابقاش تخدم واري بايبي انت شوف شوف واري بايبي بخش بقى حق الغرب محمد اجي معايا محمد محمد اول واحد حقا يلا انا اجلك طريق واش تواجه وابنادم وابنادم كل حمام كي يطيح
الحمام ما كيطير. واه الحمام كيطير يا الحمار. اجي هنا وغنصب واجي هنا. واه واه باكي لوت باكي لوت. فيه ضربة راه فيه ضرب. واه فيه ضربة. جيجي تالي نفن الشراب. وامشي عليك يا خويا شا واش هاد الجيم هادا؟ لا لا و 50 كيلو مشاري يا اخي. خلي خلي خليها في ضربه خلي ما تقيصوش. سير عندك سير. هو هو واقف تما. شفنا في الكيلات هنا قويتو بزاف كاع 20 كيلو دابا خص تكون عندي اللي ما لقيتش فر النقر ديالي يا محمد. اه واه صافي شتي دابا مزيان ياسر قدامك واحد بعد بعد سيسح ديال البوعد وطه ولا بن 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 يا ليل محمد صارت صارت برو ام بي 5 ديالي صارت حتى ام بي 5 ان شاء الله بربي برو ديالي هاو صافي محمد خصني نبقى مخرصان واش تلاقيتها خويا تلاقى فيها سميتك لا تلاقيتها لا مكتوب فيها سميتي شوف راك غلط وقيل هاو باقت له هاو وكا وكا الحمار هاو هاو والحمار هاو مشى واحد واحد اخر هاو هاو قتل شي شي اموك اموك والحمار منا والحمار والله انا حمار هنا شي جوج والله الحيوان انا كنفايت مع باشا وكيقول لي من هنا سير انا كنفايت انا مع شي جوج سكوان كاين اللي كتقول لي برو اسكت خلينا نركزو شويه 11 كيل بان 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 عليك الامان نوك وان طاب فنش وان طاب خويا نوك وان طاب واو ما كاين شي سلاح من غير الان فور اجي اجي هما عندي اجي باقي راهم عندي انا انا اه ويلي ويلي شحال واحد في البيك اجي عندي اجي عندي انا قادم يا محمد خلي خلي ياسر نوك خصنا هيدات 15 كيلو اخر كي مازلنا لا كنشوف ديالنا مشاي جيجي محمد راه قليت كل شرع عندي انا كيلو واحد تبارك كيل سراق كيل سفرتين والله غير شوف سراق وعندي ان فور ليفل تر واخر سلاح بالنسبه ليا بالنسبه ليك بصح ليا واعر خليه يحسن بعدين اخونا ضرب الدوره مشاي هذا طارو اجي اجي يا سكوات سكوات نزل في المتاهه محمد اجي واه 10 الناس في الزون الاخرى شيت 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 محمد خرج من الزون تموت هذاك اللي بيه غادي نموت غادي نموت حمار اجي 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 شري 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 محمد محمد كان فايتي اه يا سير ويدي بقى معايا ديو لا 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 دابا انا غادي يجي في قلب لا لا ولا ما فيت بلوكا لي ما انت لا مازال واسي شنو هذا واسا 17 كيل في الاخر تموت في الكونيكسيون بسبب محاكي ما كانش شحال من هيد بعدا 17 كيل شحال من هيد ما عرفت نستوري لعز 11 كيلو ندخل الشراكة عالية لعز لعز 11 11 هيد 17 كيلو كي السبع وكا غادي نكون وصلنا لنهاية هاد الفيديو إلا بغيت الجزء التاني ديال هاد التحدي باش ندخلو الشراكة كيف ما قلت لنا كنتحداكم توصل هاد الفيديو 7000 لايك وما تنساش لايك وسبسكرايب ونتلقاو في الفيديو الجاي